إن شاء الله خلال أيام تسمعون أخبار تسركم. وهناك اتفاق وطني بعيد عن التدخلات الخارجية من أجل إنهاء كل هذه المشاكل، والأمور تمضي بالاتجاه الصحيح. نطمئن كل العراقيين إلى أنه هناك مرحلة جديدة إن شاء الله من تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء كل الشعب العراقي من أجل المضي بناء مستقبل أفضل لكل الشعب العراقي. شكرا.